أخوكم في الله يوسف حسام الجزار. في الحقيقة دورة المقامات كانت دورة مفيدة جدا ورائعة بأساتذتها وطلابها النجباء، والصراحة يعني دورة استفدنا منها الكثير وتعلمنا منها المقامات الأساسية وبعض المقامات التي تتفرع منها، وأيضا أتقنا كيفية تحديد المقام وكيفية القراءة بالمقامات، فكانت دورة الصراحة جميلة جدا. صراحة نصيحتي لأي شخص يمتلك هذه الموهبة وموهبة الصوت الجميل وطلبة العلم والقراء والأئمة والمؤذنين أن يهتموا بهذا العلم النافع الذي يزيد من حسن التلاوة ويزيد من جمال الصوت، فهذا العلم سيكون إن شاء الله نافع لهم في الدنيا والآخرة بإذن الله. سأقرأ لكم على مقام الكرد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها